اتذكر اول عن حلوى نسوي لهم شوط حق الحلوى وما حلوى ويوصونا يعني اللي يبى درزن اللي يبى ازياد نسوي لهم احجام. الحين الاقبال يعني مو ذاك الزول. في دي الشغلة كان خاصة شعبان يشترون كله حق رمضان درامات حق العيش حق الشكر حق خبز حق خبز شيء واجد يعني شغلات رمضان حق رمضان. وإيش كان شغلكم في رمضان بالضبط؟ أكثر شيء كنا نسوي دلنا الدرامات يعني وجي ناس عندهم شغلات نسوي لهم نسوي لهم مداخن حق الطباخ خاصة اللي يعرفون قيمة الدرامات لأن ده ما يخترب مو نفس البلاستيك يتكسر من الشمس أو هذا لا يقاوم 50-60 سنة ما يتغير. هذا مال الوالد الله يرحمه توفى يعني. إحنا يوم صغار يعني السبعينات كذي صغار تعلمنا شوي شوي ولا زلتوا مستمرين فيه؟ ايه هذا المحل الوحيد يعني طفافير يصفرون القدور يعني شغل حامي. الحين الصفاره الصفر اختفى عباره طلع المعدن لا غطى على كان سوق ورانا ورا الدكان هني سوق عوده شفتهم انا الصفافير يسوون قدور ما قدور دلال راحوا الله يرحمهم ودثرت اياهم المهنه ما حد اخذ ما حد حافظ عليها ما نعرف لها الشغل غير ما نعرف وياك.